نبلش أول شيء بالmultiplication. 4150 times 3. That's it. 12450. Excellent. مين أسرع جوال؟ لحظة عم جرب هلا. أوكي. ناطرة عن تاني؟ يلا. أوكي. 4615 times 6. 27690. ريان أسرع هالمرة. عم يسبقوكم على الكالكوليتر. يلا جايد أعطيني رقم بعد. أوكي. 5918 times 5. 2950. في على هيك سوين ريان اسرع شوي من عمر بثانيه يمكن. ليش؟ Actually depends. Sometimes بكون اسرع منه، sometimes هي بتكون اسرع منه. اثنيناتهم اسم الله عليهم كثير قوية. اوكي، خلينا نرحب بضيفنا السيد حسام الغريب، مؤسس ومدير مركز الحزام للتميز، وضيوفنا كمان عمر وريان غندور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. طبعا مثل ما صار واضح عم نحكي عن مركز للجينيسز بالماث او النوابغ ب لا لا مش ضروري يكونوا جينيسز المركز. لا طبعا بصيروا بعدين، بس هذا الشيء كثير واضح. المركز مش من زمان افتتحته، شو علاقتك بالعلم الحساب اصلا؟ ولا شيء. فينا نقول شوي انا بالجامعه يعني اختصاصي نمبرز، انا عامل بزنس فاينانس بس ما خصني مش انوماتيشن ابدا. انا مجال شغلي مثل ما كنت عم اقول مثل اختصاصي فاينانس، له خاص بالفاينانشال بلاننج، بالستوك ماركت، بالبورصه، بالانشورنس. اوكي، له علاقه بطريقه exactly. مباشره بالارقام. ابدا ما خصه بالادوكيشن. اللي صار انه التجربه تبعي كانت مع ابني، وهيدا اللي ادى لانه افتح هيدا المركز. شو كانت؟ اكشلي ابني كان كثير شاطر بالمدرسه، مشكلته الوحيده انه هيز فيري اكتف، ما عنده كونسنتريشن، يعني بيقعد بده يعمل اكتيفيتي فور اكزامبل ما بيكملها للاخر، دائما بده يعمل شيء ثاني. من هون بلشنا انا وامه نعمل ريسيرش انه شو بدنا نضبطه اكزاكتلي. نحطه باكتيفيتي بشيء خليه يصير عنده كونسنتريشن. من هون تعرفنا على جينيوس ماب وبلشت قصتنا معه، وسجلنا ابننا عندهم، قالوا هلا تقريبا شو سنه وشوي. ولما شفت الريزلتس على ابني وقديش اثر هذا البرنامج على التركيز وعلى كثير شغلات، على شخصيته يعني حتى definitely. اثر دفنتلي. هلا بنرجع بنحكي شوي okay. البرنامج شو البنفيتس تبعه بالتفصيل. سو من هون اجت الفكره انه نفتح هيدا الادوكيشنال سنتر ونبلش باكوره الزمن. اوكي، طيب مين بيعطي الطريقه؟ قبل ما احكي شو هي الطريقه، سوري كيف قصدك؟ يعني مين بيعلم التلاميذ؟ عندنا تيتشرز، السنتر تبعنا بجيب هيز اون تيتشرز، بجيب معلماته okay. وبينزل بيعمل لهم تريننج بالمركز الرئيسي تبعنا. والاساتذه اللي بيعملوا لهم تريننج هن اكيد اساتذه راحوا عملوا تريننج باليابان على مستوى كتير عالي من التقنية والتدريب، هن اللي بيعطوا تريننج للتيتشرز تبعهم. بس هي منا حيلا طريقة حساب، أكيد أكيد يعني أكيد. هي طريقة معينة من وين جايبينها؟ عم نشوفهم حتى بإيدينهم أكيد عم صح. هي إذا منا نرجع بالأساس بالأساس لها، هي من العراق. عراق؟ مثل كل العلوم للأسف، بس الغرب والأجانب أخذوها وطوروها. هي معروفة أكثر شيء باليابان. مش هو بدي أقول يمكن معروفة باليابان أكثر، مفكرين يعني هذا علم ياباني. أكثر من دولة باليابان، بتايوان، بالصين، بماليزيا، إذا فينا نقول دول شرق آسيا. بس أساسها عربي. أوكي، فينا هي بس مثل بالعلم الجبر، الخوارزمي، كلهم شو؟ كلهم أوكي، هي بس موجهة يعني لازم نبدأ فيها على عمر بكير شوي. للاطفال او لا؟ مش ضروري يعني فينا نحن هلا نفوت نبلش؟ اكيد لا، كنت عم اقول لك العمر ببلش تقريبا من 4 سنين لحد 15-16 سنه. اهم شيء بالنسبه للولد عمره 4 سنين يكون صار يعرف يقرا ويكتب from 1 to 9، وبعدين فينا نطلع قد ما بدنا بالاعمار لنوصل لحد ال 15 يعني. انت ما بتعرف تحسب بهالسرعه؟ انا بعرف لاني عملت معهم تريننج، مش مثلهم اكيد، عندي شويه فكره، عملت معهم تريننج لمعلماتي على ليفل 1 بس. هون اقوى مني بكثير الشباب. طيب شو الطريقة؟ وشو الساينس تبع القصة كلها؟ هي السوربن، الآلة اللي بنشتغل عليها. ما سمعت. السوربن اوكي هي الآلة اليابانية اللي الأولاد بيتعلموا عليها.
في آلة له طريقة معينة بتدربوا الأولاد عليها. ومن هيك بصيروا حافظينها، يعني كأنه عم تعملوا الإشارات من خلال صح. هيدا اللي كنت عم تقولي، اللي بحركوا إيديهم اكشلي هن بيكونوا شو وصلوا لمرحلة. عندنا شيء اسمه سوربن، نشتغل على السوربن، وعندنا شيء اسمه منتل. بيوصلوا لمرحلة الأولاد على البراكتس والتحضير بيصيروا يتخيلوا السوربن براسهم ويشتغلوا عليها. سو بيصيروا حتى لو ما كانت موجودة بيتخيلوها صح. يعني هيدا هون بفوتنا على شو البنفيتس تبع البروجرام. مش أوكي. هدفنا نحن نحول الاولاد لكالكوليتر، شو مالنا فيه؟ عندنا كالكوليترز كلنا. الحساب الفوري السريع هو احد تجليات هيدا البروجرام. طيب وشفناه متجلي باثنين اخوه ريان وعمر. ريان وعمر انتم مثل ما قلنا اخوه، بتتبارزوا بالبيت مين اشطر مين اسرع مين عم بيربح؟ يا هي يا واد يا انا تضربها اذا انت اذا كمان عندكم خي ثالث كمان سريع بالحسابات. طيب كيف لحتى اهلكم اكيد يمكن بالاول هن يلي اختاروا انه يحطوكم بالمدرسه، بتحبوا انتم صرتوا هالشيء او اكيد؟ طيب اساسا بتحبوا الماث؟ كثير. بتحبوها للماده اصلا؟ شرط تكونوا شاطرين بالماث لحتى تفوتوا؟ بهالبرنامج في يكون الشاطر والكسلان يفوت عليه؟ لا بيقدر الشاطر والكسلان يفوت على هيدا الزلمه. اللي عم بيقوله كثير صحيح، مش بمعنى الكسلان، بمعنى انه منه ضروري يكون هو عبقري بالماث او شاطر بالماث. طيب بس بيصير شاطر؟ بدي اقول لك ليش بيصير شاطر بكل المواد. كنا عم نحكي عن البنفيتس تبع هيدا كايند اوف هيدا البرنامج. اتس فول منتل ديفلوبمنت بروجرام، بيشتغل على الدماغ بشكل كامل، بيطور قدرات الدماغ بشكل كامل، بقوي الذاكره، بقوي الكونسنتريشن تركيز، بقوي المخيلة مثل ما قلنا بصيروا يتخيلوا البرنامج، بقوي الثقة بالنفس، بقوي الاناليتيكال والكريتيكال ثينكينج. هل بدي اساله اياه لعمر عن الثقة بالنفس؟ بتصير شوي تشوف بحالك قدام رفقاتك انه انت يمكن اشطر منهم؟ بتحسها بهيدا ريان؟ لا متواضعة اكثر. كيف بتحسبهم؟ هي اكثر من شوفة حال، هي ثقة بالنفس. بتعطي الولد لا وفيها اكيد يعني انه بيكون مش بس بالشطاره، لانه بيروحوا بيشاركوا بطولات. يعني تخيل اليوم بعد شوي عندنا بطوله لاولاد عمرهم 4 و5 سنين. نحن يمكن اول مره وقفنا قدام اودينس انا منه علي بالجامعه بتذكر. من اي عمر انتم بلشتوا؟ برزنتيشنز 4 من وقت 8. طيب لحظه كيف بتحسبهم براسك؟ ايوه انا خسربهم. اوكي كيف تشوف الارقام يعني؟ محفظ فورميلاز. محفظ فورميلاز. علي صوتك شوي. محفظ فورميلاز. اوكي وعلى اساسها وبيطبقوها على السوربن. هيدا ليش قلت لكم باول كريتيكال والاناليتيكال ثينكينج، لانه الولد بصير عم بيطبق كثير فورميلاز براسه على السوربن او منتل، فعم تشتغل له على عمر مثلا يعني اعطينا شيء براتيك كيف يعني؟ اعطينا رقم كيف بتشوفه؟ مثلا 5 بلس 7. اوكي. لما انت تنزلي 5 بدك تطلعي ترجعي 7. ما فيك تطلع 7 دايركت، لازم تطلعي 2 تشيلي 5 تحطي 10. هلا هو عم جرب يعطينا شيء لعمرنا بس نحن كمان مش عيدها. اوكي 5 و7. اوكي لما تكوني بدك تطلعي بوش اب بلس 7 بدك تعمل بلس 2 ماينس 5 بلس 10 ليصير عندك الجواب. فهون عمل 2 فورمولاز براسه. هيدا ليش هالقد دماغنا رح يكون عم يشتغل عنده؟ هيدا ليش بيكون عم يشتغل معه التركيز وعم يشتغل لانه بده يكون كثير مركز ليعرف اي فورمولا بده يستعمل ان تيك اوف ا سكند. طيب شاركته ببطولات قبل؟ كيف كانت النتيجه؟ منيحه. كان في ناس بس من لبنان ولا في كمان؟ لا في من برا. حسام كانت عم تقلنا من شوي انه على كل شيء بياثر هذا الموضوع صحيح. يعني هاي المدرسه انتم لمستوا هالموضوع يعني صرتوا شاطرين بغير مواد كمان وما كنتوا شاطرين فيها قبل بل. مثل شو؟ انجلش عربي. كيف يعني صرت ليش المواد الحفظ فيها؟ كمان يمكن لازم تكون انا اصلا شاطر حفظ. بتحفظ منيح. وانت ريان؟ ما كنت شاطره بمواد بس رجعت تقوت فيها. مثل شو يعني؟ لانه بصير في نظام معين بالراس وديسيبلين معينه يعني حتى الديسيبلين عندنا اياه. يعني الاولاد وقت بدهم يقعدوا في قعده معينه، نحن وقت نقول لهم ريدي بوزيشن بده يكونوا قاعدين ظهر جالس ايدين على ركاب. لما نقول لهم ريدي السوربن بتكون على شمالهم، القلم على يمينهم، بياخذوا الاثنين سوا السوربن بتصير قدامهم بيحملوا القلم بطريقه معينه تيضل الثامب اند اندكس فري. كيف فرجينا عمر؟ ولما نقول لهم ستارت ذي ستارت. نبلش.
صفر الصوره. اوكي في من قبل شايفين اطفال وصلوا لمرحله ما بقى يحس ما بقى يشوفوا ان ايديهم عم بيتحركوا، هاي مرحله متقدمه اكثر. صحيح. بعد قد ايه هلا نحن بنحسب بلا محرك ايدينا. ديبندس على كل ولد. فينا نرجع نعمل تيست ثاني؟ دفنتي يلا لحظه شوي. لا شو بدكم تعملوا هلا؟ صفرت انا. صفرت. نعمل اديشن. اوكي. 4 ديجيتس باي 4 ديجيتس. 3 ديجيتس باي هاو ماني روز؟ 5 باي 5. اوكي لحظه شو عم نعمل؟ عم نعمل هلا جمع وطرح اوكي لثلاث ارقام بخمسه روز اوكي فوق بعض. اوكي يلا يلا ار يو ريدي جايز؟ اوكي لحظه فيك توجه سؤال لكل حدا عشان ما يجاوبوا سوا. انا هلا عم بكتبهم بس تشوف الكاميرا انه ما في شيء محضر قبل. ايه اوكي يلا لمين السؤال؟ ليه خلينا نشوف مين اسرع. بلش معك او بنعمل بنشوف مين بيسمع. يلا اوكي مثل ما بدكم. يلا خلينا نشتغلوا مع بعض واللي بيطلع معه الجواب بجاوب. اوكي 352 465 1186. انا ما عرفت ليش، لانه انت وقت ما بتقول شو عم تعمل بيكون بلس. صح. ليه ما بتقول البلس بتقول الماينس؟ لا لان تيك اوف ا سكند بتفرق معهم للاولاد. لما بتقول بلس اللي ما بنقول بلس اللي ما بنقوله دغري بيعرفوا انه هو بلس. اوتوماتيكلي بلس 100%. اوكي خليني ارجع يلا بس ما بتقدر تسبقيهم يعني بس كيب تراينج يعني ما بيأثر. اوكي اجين 782 691 minus 283 155 269. That's it. 1614. يلا خلينا نشوف. ما لحقت اكتبهم حتى يعني. Exactly. لهالدرجة بيصيروا عندهم هيدي السرعة. نحن دايما بالبرزنتيشنز تبعنا ليه ما كان فيه الاشياء وقتها كنت انا بالمدرسه. يمكن ما كنت رح تفوت مع المات والارقام. هلا اللي عم نشوفها خلينا نسمع ونرجع بنحكي. اكيد 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 هيدي الصوره اللي كنا عم نحكي. سهل لتشوفوا نحن عن شو عم نحكي، كيف عم نربط الوسيله هاي لنطور هيدا. هيدي النقطه السوداء اجيبها على النص. الكل شايفينها؟ اللي مش شايفها يعني عمره فوق الخمسين. هاي النقطة السوداء هي حتعني انه أكترية الأهل إنجليزي صح؟ ولا في فرنسي؟ ولا عربي بحكي بالأرام؟ أحد، هنحكي عربي. الأحد. الأحد قد إيه فيها من الواحد لحد قد إيه؟ لا، للتسعة. العشرة صرنا اللي فوق. عم نجرب نستوعب كيف عم بيفسر عن الآلة. كنا عم نقول انه صحيح الآلة كيف بتشتغل، كيف بتساعد الأولاد يعملوا الحساب. سمبلي هي كل نحن يعني اليونتس بيرجع عندنا التنز الأحاد العشرات المئات هندردز ثاوزندز 10,000 نوصل بليونز تريليونز كلهم موجودين. يعني مش عايزين شيء الاولاد لينتسبوا للمركز الا يمكن ورقه وقلم، وهيدي الاله موجوده عندكم. صح بنعطيهم اياها. ما بياخذوها بياخذوها على البيت. فيهم ياخذوها على البيت وقت يكون عندهم هوم ورك، اكيد بدهم ياخذوها معهم على البيت. عندهم هوم ورك. بس كثير مهمه تا نكون عم نمشي ستيب باي ستيب. كنت سالتي عنا التلاميذ انه يا ترى تحسنتوا بمواد ثانيه؟ اليوم نحن عندنا دراسه، في عندنا اثنين عم يعملوا البي اتش دي تبعهم بالجامعة اللبنانية عن جينيوس ماب، تأثير برنامج جينيوس ماب عليهم بالمدرسة أو على الأولاد بالمدرسة. وتبرهلنا لحد هلا بعتقد صارت الدراسة معمولة على 3000 تلميذ، إنه كل التلاميذ الأفريج طلعوا أون أفريج أراوند 1.5 بالمعدل تبعهم، يعني اللي كان تنقول معدله 13 صار عم بيجيب 14.5. وطلعوا بالماث إكزاكتلي 2.5، يعني اللي كان عم بيجيب 14 صار عم بيجيب 16.5. لاحظنا انه صار اشطر بالتاريخ. شو خص التاريخ بالمعرفة؟ ايه شو خص؟ لان قويت ذاكرته صار يحفظ اكثر. صح. صار اشطر بالجغرافيا لان الجغرافيا فيها مستندات اذا بعدكم بتتذكروا فيها شوي تحليل. مع انه المات مش بس ارقام، المات تحليل كمان تيوري، مش بس ارقام كمان بيأثر. اكيد اكيد اكيد، لان دماغنا كله عم يقوى، دماغنا كله عم يتطور. انا مثل ما بلشت بالاول هو برنامج تطوير دماغ كامل بيشتغل على كل دماغنا. انا بعدني اذا حدا بده حتى التايم مانجمنت تبعنا بصيروا يحسبوا التيك اوف ا سكند. نحن بنعمل لهم بالتريننج تبعهم بنعمل لهم شيء اسمه سبيد رايتنج،
يعني مين بيكتب اسرع؟ لان اذا انا طلع معي الجواب وانت طلع معك الجواب اللي بيكتبه قبل هو بيربح. ليك لوين دقيقه؟ يعني ما خص اذا الجواب مزبوط ولا لا، الجواب رح يطلع يمكن مزبوط بس مين بيصير بس اسرع؟ الاسرع بيصير هو الفرق. ويمكن عم بتقول انه مع انه الماث مش بس حسابات وارقام، كمان في تحليل، في جيومتري، في 100,000 شغله يعني دفع. بس خلص لانه السرعه بتصير حاضره بصير كله هين ينحل. هلا عم نشوف كمان هيك منافسه يمكن بنسمع. انا عم شوف رامزي الدين وانجلا عبيس كمان من ابطال كثير شطور بس مش من نفس العمر. لا ما بيأثر يعني العمر. شوفي قد ايه اقل حركه بدايه بعد ما سألون 4,7,4,7,6,4,4,7,6 divided by 7 سبقت على ألا. هلا نحن عم نسمعها هلا عم بتقول وهيك يعني على كثير غريب مش كثير حلو. لاحظت رقم قطع بعد الفاصل. ايه يعني هيدا عم بقول كثير غريب بيقدروا يوصلوا ل 24 رقم بعد الفاصل اكثر من الكالكوليتر. الكالكوليتر 21 ايه مزبوط يعني عطاني من بعد الفاصل 7-8 ارقام. ايه 9 ارقام بالضبط. هي بتضلها مكفيه لانه بيريودك نمبر ما في إلا نهاية. ما في إلا نهاية، فيهم يضلوا مكفيين. أوكي، المدرسة كيف بتكون؟ يعني كم حصة بياخذوا بالأسبوع؟ إحنا بنعطيهم one session per week بتكون 90 minutes وقتها. واللي بحب ياخذ أكثر أكيد فيه ياخذ أكثر، فيه ياخذ more than one session. هلا إليت نحن هلا بنخلص بنروح على الإليت. الإليت هي شي 7 sessions أو شي باليوم الواحد. ببلش من الساعة 9 للساعة 3. اللي هي شو الإليت؟ هي ادفانسد يعني للطلاب يلي بيقطعوا المراحل الاليتيه اخر مرحله بيشاركوا بالبطولات مثل ما الاسم بده متميزين صح وبدهم يقووا حالهم اكثر لان بيروحوا بيشاركوا بطولات عالميه كمان. الاليت هي اخر مرحله؟ لا مش هي مرحله، نحن المراحل عندنا اسمهم جاكشو بس الاليت هن من اسمها اليت يعني عندنا لنفترض 30 خالد يعني قصدي بيقدروا يكفوا بالمركز حتى لو كانوا عاملين الاليت صح؟ لا ما خص الاليت، الاليت اتس نوت ا ليفل، الليفلز شيء ثاني، بس الاليت هن لنفترض عنا انا بالسنتر تبعي 40 تلميذ، اوكي؟ الاليت عندي خمسه مثلا اقوى خمسه عندي بالمركز النخبه منهم النخبه تبعهم بتروح بتعمل براكتس اكثر واكثر واكثر لان بدها تظهر وتشارك ببطولات عالميه، وذاتس واي عم نجيب مراكز الاول بالعالم والثاني والثالث. وعمر وريان من الاليت؟ اوكي، هلا شو عندكم اقرب مباراه؟ بعد 25 ايار وين؟ بلبنان بالفرم دي بيروت بالفورم؟ بين مين ومين رح يكون؟ 3000 طالب رح تكون لبنانية؟ رح نكسر الرقم القياسي بالعالم كله، رح نفوت كتاب جينيس. دكتور هادي حمزه اللي كنا شفناه بالفيديو الطلاب هون بالفيديو، هيدي باي ذا واي بالافتتاح تبع المركز تبعنا كانت. السنه الماضيه عملنا كومبيتيشن 2000 طالب. كنا النمبر 1 اكسكلودينج سين يعني اذا بنشيل السين لبرا. السنه دكتور هادي حب يكسر الرقم العالمي بالعالم كله انكلودينج سين. رح نعمل كومبيتيشن 3000 تلميذ مع بعض بذات الوقت ونفوت كتاب جينيس لبنانيه. هلا قد صار في نسبه من الطلاب اللبنانيه منتسبين؟ عندنا حوالي 30,000 طالب صار منتسب لهيدا البروجرام بين مراكز ومدارس. في مدارس كمان في مدارس. بتروحوا على المدارس بتعطوا هيدا البروجرام؟ صح الجينيس ماب يعني البرنامج الاساسي مكلف في البرنامج؟ هيك تفاصيل انا ما عندي اجوبه عليها كمدارس لا بس عن كمركز بالنسبه للساوتر ابدا ابدا كثير كثير مقبول يعني مثله مثل حيلا اذر اكتيفيتي بفوتوا الاولاد عليها حتى اقل من بعض الاكتيفيتيز يعني انا حاطط فور اكزامبل كنت جون باس كنت عم بدفع عليه اكثر اكثر بتقريبا 40% هلا يس هين القصه وين المركز؟ مركزنا بعلي بالضبط هو بيصير بجانب مبنى اوجيرو. طيب بدي اقول شغله السيشنز يلي بتعطون بالصيف بالشتاء باراليل على المدرسه؟ يس باراليل لانه نحن بنعطي بعد الظهر يعني عندنا ساعات جمعه بعد الظهر فور اكزامبل ربع بعد الظهر
ففي الولد بعد ما يجي من مدرسته يروح عليهم، وبنعطي السبت قبل الظهر لأن أكيد ما في مدرسة، كمان ما في مدرسة، سو الأهل بيختاروا. طيب رح نرجع نختم بشيء كمان، يلا يلا حبينا اللعبة حبيتوها. إيه لحظة ولا تفكر هالشيء، عملنا ديفيجن أي مين ما عملنا هلا ديفيجن وعملنا أديشن وسبتراكشن، هلا بنعمل شيء ديفيجن. يلا ديفيجن رح نعطي 4 ديجيتس ديفايدد باي 1 ديجيت كمان. اوكي هلا يمكن هن بعدهم بليفل 1 ديجيت يعني ولا لا؟ لا هلا الصوره بنحسب قبل ما بدك ديجيتس، بس منتل لانه يعني منتل هي. اوكي الصوره بنفيك تعطيهم قد ما بدهم. اوكي يلا يلا جاهزين على الكالكوليترز تبعكم؟ شو قصدك؟ قصدي رح تخسروا. هلا ما سالنا نحن، سال اللي عم بيتفرجوا. اوكي لحظه روحي. Are you ready? 6125 divided by 7. 875. Excellent. Bravo. Excellent. Again, 4619 divided by 5. Okay. 923.4. 93.5. No, 93.8. Excellent. Excellent. 0.8. Hello. أنا هيدا البوينت مش فارقة معي منها قد ما فارقة معي السريع الجواب. طبعا. مش معقول. عن جد برافو. وما ننسى نحن على التي في وكاميرا. ايه بعرف أكيد بعرف. هاي بتزيد ستريس علي. يعني انا معي تليفون بايدي ومرعوبه كيف بده يطلع الجواب. بس لما يروحوا يشاركوا بكومبيتيشنز رجعنا للثقه بالنفس. قديش المشاركه بالكومبيتيشنز بتخليهم يكونوا كثير ما فارقه معهم. ايه. بتقويلهم ثقتهم بنفسهم. اكيد. طيب ما عندي وقت. كثير عم يطلبوا منا. يلا هات لنشوف. يلا. كمان ديفيجن؟ كمان ديفيجن. يلا. لأنه هي أصعب شيء عادة. 9268 divided by 9. 9 قوة اللي عندكم اياها لهال شو بيقولوا الاستمرارية اللي حاطين براسكم انه تكفوا بتبيضوا الوجه. برافو، بنتمنى لكم التوفيق بالمسابقات اللي عم بتشاركوا فيها. ثانك يو لكم على الاستضافة. اهلا وسهلا فيكم. نعم طوع هيك برامج. اهلا وسهلا. على القليلة. شكرا. بريك وبنرجع.